السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. غنحضر معكم اليوم هذا الطبق، يعني وصفه ديال العشاء، غتكون ان شاء الله سريعه وخفيفه كيف ما عودتكم. عن جد مذاق رائع جدا، كتجي لذيذه بزاف. خليكم مع الوصفه. بالنسبه للمقادير، هنا انا عندي تقريبا واحد الكيلو ديال البطاطا. البطاطا هنايا حسب يعني الافراد ديال الاسره ديالكم، يمكن لكم تضاعفوا يمكن لكم تنقصوا. عندي هنايا الفرماج احمر والفرماج ديال الساندويتش اختياري. عندي هنا السوسيس، انا راه مكونجلي عندي هنا. عندي البصله، واحد البصله كبيره تقريبا، وعندي واحد الفلفله وشويه ديال الكفته وشويه ديال الربيع. هنا يمكن لكم تستعملوا غير الكفته او لا تستعملوا غير السوسيط اللي بغيتوا. انا درت هنا يعني واحد الميكس بيناتهم. غدا نقي هاد البطاطا ديالي كامله كيف ما كتشوفوا ونقطعها مربعات. خليكم مع الصور. وندوزو هنايا كيف ما شفتو معايا، انا هنا البطاطا ديالي غنقطعها بهذا الشكل مكعبات او مربعات. غنضيف لها هنا شويه ديال الملحه وغنحركها مزيان. هنا يمكن لكم تسلقوا البطاطا واحد يعني نص سلقه تقريبا، اولا تستعملوها نيشان كيف ما درت لها انا. هنا غدا نقليها يعني ديريكت في الزيت بلا ما نسلقها. ندير شويه ديال الزيت هنا في المقله، انا راه سخن عندي فوق البوطه صافي. وغدا ندير فيه هاد البطاطا كامله، نقليها يعني تقريبا واحد نص قليه هكا، ما تخليوهاش حتى تحمر. صافي انا غدا نديرها فوق البوطه وندوزو نحضرو هنايا الحشوة اللي غنديرو من فوق هاد البطاطا. عندي بصلة هنا كبيرة، غدا نقطعها مزيان يعني بهاد الشكل تكون رقيقة.
غدا ننزل هاد البصيله ديالي في المقله، وغدا نقطع ايضا هاد الفلفله. هنا يمكن لكم تستغناو على الفلفله الا ما بغيتوش ديروها. غدا نقطعها حتى هي مربعات بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا. عن جد وصفه يعني سهله وسريعه وكتجي لذيذه بزاف بزاف، يعني من ضمن الوجبات الخفيفه. يعني كيف ما كتعرفوا هذا الصيف يعني شي حاجه تكون هكا سريعه وتكون خفيفه. هنا يمكن لها تكون وجبه ديال العشاء او الغداء اللي بغيتو. يعني هي راه غنيه بالبطاطا والفرماج كيف ما كتشوفوا، درنا فيها السوسيط، درنا فيها الكفته. يعني يمكن لها تكون وجبه ديال العشاء ويمكن لها تكون الوجبه ديال الغداء. وهنا كيف ما شفتوا انا قطعت هذه الفلفله ديالي، غندير لها هنا شويه ديال زيت الزيتون، يعني القليل من الملح تقريبا راس المعلقه. وغادي ندير هنا واحد راس معلقه تقريبا ديال السودانيه او الهريسه اللي بغيتو، وراس معلقه ديال البزار. غادي نحرك الكل جيدا ونديره فوق البوطه حتى يتشحروا ليا. وندوز هنا نقطع هاد السوسيس ديالي، راه مكونجلي كيجي ساهل في التقطاع بهاد الطريقه، كيبقى يعني شاد، يعني كيجيكم مكعبات حسن ما تيكون هكا. يعني مازال يعني مازال ما مازال طري او لا مازال هكا، يعني ما مكونجليش ما تيتقطعش ليكم بهذه الطريقه. راه دغيا تيتقطع. وغنقوم بنفس العمليه مع الكفته حتى هي، غدا نقطعها مربعات. هنا كيف ما كتشوفوا انا راه درت يعني البصيله ديالي مع الفلفله مع شويه ديال الهريسه، عفوا شويه ديال السودانيه وشويه ديال البزار وشويه ديال الزيت، ودرتهم فوق البوطه كيف ما كتشوفوا. هنا البطاطا ديالي راه كتقلى، حاولوا انكم تقلوها نص تقليه يعني ما تحمرش معاكم صافي. وغدا نشحر انا هاد الكل جيدا، يعني هاد البصله ديالي غدا نشحرها مزيان حتى تبدا تبان لينا، ونضيفوا عليها السوسيط ديالنا والكفته وشويه ديال الربيع. وغنضيف هنا الكفته كيف ما كتشوفوا، قطعتها حتى هي مكعبات بهذا الشكل، وكتبقى شاده لكم الفورمه يعني حتى هي كتبقى مكعبات صافي. وغدا نضيف لهم السوسيط ديالي مع شويه ديال الربيع، وغدا نخليهم فوق البوطه حتى يطيبوا ليا مزيان. هنا كيف ما كتشوفوا انا غنحرك الكل جيدا ونخليه فوق البوطه حتى يطيب ليا هاد السوسيط والكفته يطيبوا والبطاطا حتى هي تطيب، ونتلاقاو مع التحضير ديال الوصفه ديالنا او الدريساج ديال هاد الوصفه ديالنا. كيف ما كتشوفوا معايا هنا انا راه المقيله ديالي طابت. غدا ندير هاد البطاطا بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا، غدا نوزعها في المول بهذه الطريقه. هنا اللي ما تيحبش يعني الزيت او لا القليان يمكن لكم تسلقوها هاد الوصفة، يعني ديروا البطاطا مسلوقة وتكون هكا في المول. غدا نضيف هنا شوية ديال الفرماج حمر فوق هاد البطاطا،
غادا نضيف هنا الفرماج ديال الساندويتش، هنا يمكن لكم تستغناو عليه، ولكن كيف ما كتعرفوا يعني الاجبان عن جد يعني في اي وصفه استعملتوا فيها الفرماج هكا كتجي لذيذه بزاف. غادا نوزع هاد الكفته والسوسيد ديالنا في المول، هنا يمكن لكم تضيفوا الصوص بشاميل، انا اكتفيت غير بالفرماج. وغادا نوزع الكل جيدا، ونضيف عليهم الفرماج بهذا الشكل. هنا يمكن لكم تضيفوا ايضا صوص بشاميل كيف ما قلت لكم، او لا تكتفيوا غير بالفرماج. بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا، انا غدا ندخلها هنا للفران يدوب لي الفرماج ديالي، ونتلاقاو مع الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا اليوم، اللي كان عباره على وصفه ديال عشاء او لا وجبه عشاء، عن جد كتجي رائعه جدا ولذيذه بزاف كيف ما كتشوفوا معايا. وهنا انا غدا ننزل لكم واحد الطريف باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الوصفه ديال اليوم، عن جد كتجي رائعه جدا، وصفه سهله وخفيفه، يمكن لكم تستعملوها كوجبة غداء او العشاء اللي حبيتو. كنتمنى ان الوصفة ديال اليوم تنال اعجابكم، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو تبارتاجيوه مع احبابكم وصحابكم، وتخليوا لي واحد لايك، وبسلام عليكم.